زعما ما صدق ربي يهديك احنا نزيدوا تعدوا شوفوا احنا هل تمت دعوه السفير او لا اي اي سيدي الهادي اول حاجه مهمه جدا انك تعرف وقت تبدا اموال مرصوده في برنامج حكومه ما يتنحوش بكل مشكلة تصير مجاعه كان يصير ما يصير الا في حاله قصوى جدا اللي هي ما نقولش باش توصل خاطر ال 400 الف دينار ما زادوش ولا هو الحق ما يعملوا حتى شيء 400 الف دينار ما ينجمش يبدا الا ما يحب عنده كامل لا لا هو ما قرشك لا ما قرشك هو قال انه ما نستنى في الصفقه المونديزون شكون ماشي زيد وزير الشؤون الدينيه كلموا مع الرئيس قالوا نستنى في الصفقه وهنالك وانا ساقول السيد وزير احنا نحترموه ما لا شك فيه كانه عنده بعض الاراده في انه يعتم الموضوع لانه الرئيس قال له جمله قال له انت علاش ما قلتليش يصبر الطرف يقول له علاش ما قلتليش ويرد عليه وكان يقاطع السيد الرئيس يقول له نحب باش نقول لك هكا جمله هذاك والرئيس كان يقول له راهو اللي بناوه الجامع كامل في 4 سنين وقت بالمعدات القديمه وبالاليات اللي هي قديمه برشا المفارقات بلاكة التدشين كان موجوده التدشين الترميم وكذلك 23 مارس 2000 عندما تدشن ايش كانت هي قبل في عشريه كانت 10 ايام انا اثر فيها وعليها ومضمحله ما تجمش تقوم في مقياس اجتماعي خاصه ان نعتبروا هذا انهم في ذلك الوقت تعرف كانت مساله الارهاب مساله الدين مساله الاسلامويه مساله كبيره جدا ولكن هذا لا يشفع لهم لانه حتى كان سيد وزير وقت لجاء واخذ المكان نتاعو كوزير اصبحت المسؤوليه مما لا شك فيه تكليف ماهيش تشريف وكان يردد الرئيس وش يقول له يقول له انت ما قلتليش انت ما قلتليش على شك ولكن انا مش نكون معك صريح بصراحه فما تقصير برشا من وزاره الشؤون الدينيه وانا اقترح حتى كان مش نرجو احنا من عهد تكوننا هذا المعلم التاريخي هذا المعلم الديني هذا المعلم الذي ترفع فيه فهمت معناتها كلمات الله انه قال جمله بالله اسمعني سي برهان قال جمله قال له تعبق برائحه التاريخ ولكن مع الاسف تستحق ما تستحقش اللجان قال له شاء الله ان يرفع الاذان ونحن في الصومعه يعني هنالك اشارات واضح. كانه لوم عميق جدا واضح. يتحمل كل واحد المسؤوليه بتاعه بما انه المسؤوليه راهي تكليف انت ما عادش تتكلم يبدو الهادي القمري يبدو انا نجيب الزمن نفيقوا بالمؤامرات في وقتها يبدو الهادي القمري واسامه محمد يخدموا مع الشيخ الهرتاتي ضد الوزير الحالي الاقرب صاد واحد دعم كانوا يشربوا